إلى مصر، حيث تزايدت علامات تعافي القطاع السياحي المتأهب لاستقبال أفواجا من السياح، وذلك بعد أن هيأت القاهرة الإجراءات الوقائية والصحية اللازمة لذلك. تستنهض مصر همم أبنائها لتتمكن من عبور قناة كورونا الضيقة، تلك القناة المتعرجة التي كبدت البلاد خسارة عوائد السياحة التي تدر على خزينتها العملة الصعبة، فضلا عن إسهامها بتشغيل مئات الآلاف من المواطنين. اليوم تسعى القاهرة لطي صفحة الجائحة لتفتح ذراعيها من جديد أمام السياح الذين لا يقصدون أكبر المدن العربية وأكثرها اكتظاظا فحسب، إنما أيضا لأولئك الذين يلوذون إلى شواطئ مصر المشمسة الشمالية منها والشرقية. في عام 2019، أي قبل وصول نذور الفيروس إليها، استقبلت مصر قرابة 13 مليون سائح، كانوا كفيلين بمد ميزانيتها حينذاك بنحو 13 مليار دولار، مبلغ ضخم كان كفيلا بتمويل الجزء الأهم من فاتورة مستوردات البلاد. ومع تهاوي مساهمة القطاع خلال العام الماضي إلى زهاء ثلث القيمة التي اعتاد عليها، ها هو ذا يشق طريقه نحو التعافي. فقد تلقت مصر قرابة 1.5 مليون زائر مع مرور 5 أشهر من هذا العام. السلطات المصرية منحت العاملين في القطاع أولوية في نيل اللقاح بجرعتيه، لا بل إنها أنجزت كامل مهمتها مع أولئك المنتمين لبعض الوجهات السياحية. أعلن العالم كله انتهاء لقاحات وتطعيم 100% من العاملين في القطاع السياحي، والأنشطة المساعدة ليه زي السفاري والغوص والبازارات بنسبة 100% في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء. اليوم يجدد المصريون ثقتهم بقطاعهم السياحي ليكون أحد أهم روافد اقتصادهم في حقبة ما بعد كورونا، وفيما يمنون النفس بأن تنجلي غمامة هذه الجائحة عاجلا ليس آجلا، فإنهم واثقون بأن تجاوز عقبتها سيكون بمثابة تدشين لمرحلة أكثر تفاؤلا وإشراقا.